السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نخدم معكم فيه ملاقية الضفيرة. هاد الملاقية هادي سهلة وبسيطة، خدمتها في هاد الجلابة. هادي جلابة مخزنية خدمتها كاملة، يعني لاقيتها كاملة بهاد الملاقية هادي ديال الضفيرة. المهم هنا غادي نخدم بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي. بزاف ديال الناس كيسولوني عليه، فهذا هو الحرير، هو هذا كيخدموا به الكروشي وتنخدموا به حتى الراندا. تيكون على شعره واحده، وانتي كتديريه على ثلاثه ديال الشعرات، كتبرميه عادي كيف ما كنبرموا الحرير ديال الحرير العادي. المهم نفس الخدمه. بالنسبه لي انا هنا في هذه الملاقيه غادي نخدم على اربعه ديال الشعرات. ثلاثه ديال الشعرات بانت لي ان الملاقيه جات صغيره بزاف، هذاك الشيء علاش خدمتها على أربعة ديال الشعرات. مهم اختيار كيبقى ديالكم، خدموا سواء على ثلاثة سواء على أربعة. أما بالنسبة للضرس، إذا كنتوا غادي تخدموا الضرس بالحرير المبروم، فحاولوا أنكم ديروا على أربعة ديال الشعرات. على ثلاثة كيجي الضرس شوية رقيق بزاف وما كيجيش شاد في راسه. المهم اول حاجه كتثبتي الخيط لتحت، ومن بعد كتعاودي تثبتيه الفوق، وتنديروا هاد الغرزه هادي هنا. دابا غادي نطلع الخيط لفوق ونجي هنايا للثوب، وغادي ندير واحد الغرزه هنا في الثوب. الملاقيه سهله والمنظر ديالها زوين. المهم من بعد كتهبطي الخيط لتحت وترجعي في هذيك الغرزه اللي خدمتيها وتعاودي تخدمي فيها. رقم البرا اللي خدامه به دابا هو 6، المهم رقم البرا 6. تقدري تخدمي بالخمسة، ولكن مؤخرا ولات كتبان لي 6 مزيانه، وداكشي علاش وليت كنخدم بها بزاف. دابا غادي ترجعي الخيط الفوق وتعاودي تمشي لهاد الغرزه هذه، وتعاودي ديري غرزه واحده اخرى. من بعد كتخلي الخيط الفوق وتهبطي نيشان تخدمي في الثوب بهذا الشكل. لاحظوا معايا مزيان. دابا غادي نهبطوا الخيط لتحت، عندنا جوج ديال الضربات الفوق وثلاثه لتحت. والان غادي نبداو. لاحظوا معايا مزيان، من بعد لاحظوا معايا مزيان الخيط تيكون الفوق، وكترجعي الهاد ما بين الغرزه الاولى والثانيه اللي تيكونوا في الثوب، ما بيناتهم كتخدمي هاد الحبكه هذه حبكه. من بعد غادي نهبط الخيط لتحت ونمشي مباشره للثوب ونخدم غرزه. غنحاول هنا نجر الخيط مزيان حيت هاد الملاقيه تتكون رقيقه. المهم غادي تهبط الخيط لتحت وتمشي هنا، غادي نديرو حبكه. غادي تمشي وتخدموا ما بين هذوك جوج ضربات الاولين اللي تيكونوا في الثوب، يعني ما بين الاولى والثانيه كتخدمي وديري هاد الحبكه هذه. دابا الخيط تيكون فوق وترجعي للثوب وديري غرزه. هنا حاولوا تفرقوا ما بين الغرزه والحبكه، يعني هاد الهضره بالنسبه للاخوات المبتدئات، دائما كيكون فرق ما بين الغرزه والحبكه. الان انا كنخدم حبكه، فغادي تجي ما بين هذيك الضربه الثانيه والثالثه اللي في الثوب وغادي تديري حبكه. من بعد تهبطي الخيط لتحت وتمشي مباشره للفوق وتخدمي هذه الغرزه هذه. من بعد غادي نهبط الخيط لتحت وغادي نمشيو ما بين الضربه الثانيه والثالثه. ركزوا معايا مزيان، دائما ما كنخدموش في هذيك اللي كتكون حدانا، كنخدمو في اللي قبل منها باش تعطينا يعني واحد المسافه اللي غادي نقدروا نخدمو عليها هذيك الحبكه. من بعد غادي تهبطي للثوب وديري هذه الغرزه هذه. فهذه هي ملاقيه الضفيره، من اسهل الملاقيات. لاحظوا معايا مزيان، دابا الخيط يكون فوق وكترجعي في هذه الغرزه هذه ولهاد الفراغ هذا، وكنديروا فيه حبكه. من بعد غتهبطي الخيط لتحت وتمشي مباشره للثوب وتخدمي.
الآن درنا غرزة، من بعد غادي نهبطوا الخيط لتحت، وغادا نخليو هذيك اللي كتكون حدانا ونمشيو لقبل منها باش تخدمي حبكة. الآن شوية الخدمة بدات كتبان، يعني بدينا كنشوفو باللي هذه راها ضفيرة. لاحظوا معايا مزيان الشكل ديالها زوين. من بعد كنديرو غرزة في التوب، ودابا غترجعي الخيط الفوق وتخلي هذيك الفراغ اللي حداك وتمشي اللي قبل منه، وتخدموا ما بين هذوك جوج ضربات اللي تيكونوا في التوب. دابا درنا حبكة، من بعد غادي نمشي الفوق وندير غرزة بهذا الشكل. فهذه هي ملاقية الضفيرة. كنتمنى أن الشرح يكون واضح، وأي تساؤل خليه لي في التعاليق. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم، وشكرا للتعاليق ديالكم الزوينين. في الفيديوهات القادمة غادي نخدم معاكم هاد الجلابة كاملة، يعني غادي نخدم معاكم العقيق وكذلك الراندا. الراندا ما خدمتش بزاف، خدمت غير الملاقية، درت ملاقية الضفيرة. وبالنسبة للقب والكمام خدمت الطرس ديال الهرم، خدمته غير على ثلاثة صغير. فصافي هذه هي الخدمة اللي درت في الراندا. أما العقيق خدمت بالعقيق المهرس، ودرت جوج الأنواع ديال الخدمة. المهم هادشي كامل غتشوفوه معي إن شاء الله في الفيديوهات القادمة.